نواكشوط العاصمة شكلت المرحلة الخامسة والأخيرة لطواف الساحل الدولي للدراجات الهوائية في طبعته الرابعة، وهي المرحلة التي امتدت على مسافة 105 كيلومترات ابتداء من ملتقى الطرق المعروف بالبراد باتجاه مطار نواكشوط الدولي أم التونسي في دورتين. اليوم الحمد لله توجت أعمال هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة بالنجاح بعد أن استمرت 5 أيام على جزء كبير من التراب الوطني. هذه التظاهرة اليوم الحمد لله أبرزت نقاط مهمة. النقطة الأولى منها هي أن الحمد لله كانت المرافقة الأمنية كانت ناجحة، ودلت الحمد لله أن البلد يتمتع ولله الحمد بأمن كبير، لأن المشاركين كيف تعرفوا مشاو من هون إلى شوم إلى عدة مناطق كبيرة في الوطن، والحمد لله ما تلقوا أي مشكلة. أيضا أعطت صورة أخرى كبيرة عن مستوى الجمال السياحي لبلدنا الحمد لله، لأن ذاك عبروا عن المشاركين. فهذه التظاهرة تأتي في إطار العناية والرعاية الكبيرة اللي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني للشباب وللرياضة ولهذا النوع من التظاهرات. والدليل على هذا الحمد لله أن هذه المرة هي أول مرة في تاريخنا تسجل هذه التظاهرة على لائحة الاتحاد الدولي، أول مرة تسجل هذه السنة الحمد لله، وهذا ما شاء الله واضح أنه ثمرة جهد كبير من العناية والرعاية الكريمة لصاحب الفخامة والسلطات الأمنية والإدارية. قضيت هذه المرحلة كباقي مراحل الطواف بمرافقة ومواكبة من قبل الفرق الأمنية وكذا الفرق الصحية في حرص جلي من الجهات المنظمة على نجاح الطواف. احنا طواف كان ناجح لين ما يسجلوا فيه حوادث، فتبارك الله هذه المراحل الخمسة ما قد سجلنا الحادث الحمد لله هذا الطواف، وهذا مهم شادوا به المشاركين كاملين جاونا، شادوا بظروف التنظيم وجودة التنظيم، انهم واحدين يقولوا نتفاجئوا موريتانيا اللي طارية فيها الدراجة، وهذا طواف اللي لانه نسخته الرابعه عن الدقه في التنظيم اللي قاعد ياسم الطوافات اللي ياسم الزمن ما بعد عاد خالق لها. كان ناجح من ناحيه الامن، لان الحمد لله هي ما كانت فيه اصابات، وكان الامن كان مواكبنا في طير الطواف، وكان دوره كان مهم، وكان الامور كامله الحمد لله كانت على ما يرام. وبالنسبه للمتسابقين ايضا اللي عبرونا كاملين عن ارتياحهم لهذا الطواف وعن اكتشافهم للموريتاني، ما كانوا يعرفوها، شافوا الجبال، شافوا مناظر صراحه تحتاج انهم يزوروها بعدين ما هم قاعد راكبين الدراجات الهوائيه. المرحلة الأخيرة تميزت بالسيطرة المطلقة لدراجين المغاربة على مراكزها الثلاثة الأولى. انتهينا طواف موريتانيا الدولي واستطعنا الفوز بالقميص الأصفر والفرقي والجماعي، واستطعنا اليوم الفوز بالمرحلة أمام الدراجين الهولنديين والجزائر وعديد من المتسابقين. رؤساء الوفود المشاركة والمتسابقين في الطواف عبروا عن ارتياحهم التام لمستوى تنظيم الطواف في موريتانيا. هذا الطواف الجميل جدا، الطواف الناجح في نواكشوط نختتمه اليوم، والحمد لله معناها دار على 5 مراحل ما كانتش فيها إصابات، ما كانتش فيها حوادث الحمد لله، وتأمين جيد. كانت تجربة جيدة جدا، وطواف الساحل كان أول مرة نشارك فيه، كانت ظروف جيدة ورغم الرياح كانت قوية. الحفل الختامي للنسخة الرابعة من طواف الساحل الدولي للدراجات الهوائية تم خلاله تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للمرحلة الأخيرة، وهم أشرف الدوغمي، صبير الحسن، وصباح الحسين، وذلك على مستوى الترتيب الفردي. أما على مستوى الترتيب العام فقد تم تتويج الدراج المغربي العرباوي عادل بالميدالية الذهبية والقميصي الأصفر لطواف الساحل في دورته الرابعة. كنا من الأول عازمين على أننا باش نربحوا الطواف، والحمد لله قدرنا نفوزوا به، وكنشكر الإخوان اللي عاونوني الدراجين، وشكرا بزاف على حسن الضيافة وحسن التنظيم. على مستوى الترتيب العام الموريتاني فقد تمكن الدراج مالك أبو بكر مبوجش من نيل المركز الأول. في هذه النقطة من العاصمة نواكشوط انتهى
طواف الساحل الدولي في نسخته الرابعة، وذلك بعد أن قطع المشاركون فيه 5 مراحل امتدت على مسافة 450 كيلومترا، وذلك بمشاركة أكثر من 17 جنسية موزعة على 85 مشاركا. وبختام هذا الطواف تنتهي نسخة بشهادة المشاركين فيها كانت الأكثر تنظيما والأكثر إثارة. عبد الله حميد سالم، نواكشوط.